صار في خطأ من قبل صناع هذه الأعمال ومقدميها ومن قبل بعض النقاد، وبالتالي يعني صنفوا الأعمال البيئية على أنها هي وثيقة تاريخية تؤرخ لمرحلة في مدينة دمشق، إن كان ببداية القرن الماضي أو إلى ذلك. وبالتالي هذا الخطأ أنا برأيي هو ليس توثيقي لحالة تاريخية نهائيا. هي حكاية الجدات، هي لا توثق، لم تستند لا إلى وثيقة تاريخية ولم تستند إلى مرجع تاريخي، باستثناء الحالة الفلكلورية لعلاقة الناس ببعض آنذاك، وقد شاب بعض الأخطاء يعني وبعض العيوب أكيد. أنت تقصد الأعمال اللي تناقش البيئة الشاملة؟ تماماً باب الحارة يعني وغيره، يعني حملوها ما لا تحتمل، تماماً حملوها ما لا تحتمل، وبالتالي هي ليست، لا يمكن أن تكون مرجع وثائقي، ولكن يمكن الرجوع إلى كمرجع فلكلوري معتمد على بعض الوثائق في الحياة اليومية، ليس أكثر من ذلك.